معايا على التليفون شخصية أنا شديدة الاحترام لها، السبب هو الإخلاص فيما يقدمه. هو ممثل بارع، وهو رجل تجده عندما تطلبه في الأزمات، في المحن نستدعيه فنجده واقفا سندا للفنان. ومؤخرا أسعدني جدا اللقب الجديد الذي سيضاف إلى ألقابه التي يستحقها، وهو رئيس أكاديمية الفنون. معانا ومعاكم في مساء الورد نقيبي الدكتور أشرف زكي. ألو؟ أيوة يا فندم، مساء الخير. يا فندم أنا فرحانة جدا بهذا اللقب الجديد، أنا فرحانة بكل خطواتك، وحدثنا شوية كده عن إزاي تم ترشيحك ثم وجودك في هذا المنصب، ألف مبروك. ربنا يبارك في حضرتك، شكرا جدا. والله أولا طبعا بشكرك على الكلام الجميل اللي أنت قلتيه عليا دوت يعني، وربنا يقدرنا نبقى يعني دايما في خدمة الزملاء، يعني أنا وحضرتك من المكافحين في المنطقة دي يعني. بص حضرتك، انا كنت عميد لمعهد في المسرحيه، وبعدين لما جاءت الوزيره الدكتوره ايناس عبد الدايم اختارتني نائب رئيس اكاديميه الفنون، ثم طلعت لي قرار تسيير اعمال رئيس اكاديميه الفنون، ده لازم قرار جمهوري. والحمد لله في الفتره الاخيره بتفويض من فخامه الرئيس اصدر الدكتور مصطفى مسعود رئيس مجلس الوزراء القرار بتعييني رسمي رئيس لاكاديميه الفنون. ألف مبروك لينا، ألف مبروك يا دكتور لينا. ربنا يبارك في حضرتك، ربنا يخليك. فدي مسؤولية كبيرة وثقة، يعني أتمنى إن شاء الله إن أنا أكون على قد مستواها. وإحنا أبناء الأكاديمية، وأنتِ عارفة إن أبناء الأكاديمية بيحبوا الأكاديمية وغيرون عليها، وبنحاول نعمل حاجة، لأن إذا انتعشت الأكاديمية انتعش الوسط الفني وانتعشت الحركة الفنية في مصر. عايز أسأل حضرتك سؤال شخصي، تسمح لي؟ آه طبعًا. أنا معايا ماجستير درجة أولى من الإعلام من أمريكا، لو أنا عايزة أكمل الدكتوراه أقدر أتسجل في الفنون؟ أه طبعا أقدر في طبعا. الأكاديمية شرفنا. أكمل دراستي عشان أخد الدكتوراه؟ شرفنا فورا. تمام. السؤال الثاني هو يختص بنقابتنا، الحقيقة كم الإنجازات اللي بتعملها كل سنة مهولة، نشاط أحترمه جدا، وطلب مني أن أخذ حتى نسخة من هذا النشاط ومن هذا القانون النقابي الناجح إلى بعض الدول الأخرى. إيه آخر حاجة بتسعى تعملها إن شاء الله عشان نبقى كده من برنامج مساء الورد ساهمنا معاك في أننا نزق عشان ناخد المطلب ده؟ ايه اخر حاجه بتسعى لها؟ يعني نتمنى ان شاء الله قبل نهايه العام او على بدايه العام الجديد افتتاح دار المسنين. الله الله. هي خلصت خلاص، وهي جايه يعني تبرع، فلوسها تبرع من يعني سمو الشيخ الدكتور سلطان القاسمي حاكم الشارقه. الشارقه، تحيه كبيره له وشكر وامتنان. الراجل المحب لمصر ورجل عظيم، محب للثقافة جدا وللفن جدا طبعا. نعم. ومحب لمصر صحيح. إن شاء الله خلال يعني يمكن شهر أو أقل أو أكثر قليلا هنفتتح دار المسنين، وده هيبقى يعني طبق كويس جدا جدا، وهو في أكتوبر هنا. فدي أهم يعني حاجة ممكن نتكلم فيها قريب تتم إن شاء الله بإذن الله. دكتور أشرف زكي نورتني وكبرتني وأسعدتني بوجودك في برنامجي مساء الورد، تحية من القلب وألف مبروك للمنصب الجديد. مثل الورد.